الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا هو اللقاء السابع من لقاءاتنا في تدارس كتاب العلم من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أورد المؤلف في هذا الكتاب باب الحرص على الحديث، وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت، وفي لفظ قيل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ أي ما هي صفات من يكون مؤهلا لنيل شفاعتك فيكون حينئذ من أسعد الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا به من قلبه، أو قال من نفسه. في هذا الحديث من الفوائد إثبات الشفاعة في يوم القيامة، وفي هذا الحديث تفاوت الناس في الشفاعة التي تنالهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفوائد أن الناس يتفاوتون في منازلهم، وفي هذا الحديث فضل أبي هريرة رضي الله عنه لحرصه على طلب العلم والحديث. ولذا كان من فوائد هذا الحديث الصبر على العلم والخير والحرص في طلبه، وبالتالي ينال الإنسان بذلك الشيء الكثير. ولذا قال: لما رأيت من حرصك على الحديث. في هذا الحديث أنه ينبغي بالإمام والأستاذ أن يتفقد طلابه ليختار منهم من يكون أكثر مهارة وحفظا وذهنا. وفي هذا الحديث سكوت العالم عن العلم الذي لم يسأل عنه حتى يسأل عنه، وليس هذا من باب كتم العلم. هكذا من فوائد هذا الخبر أن الشفاعة إنما تكون في أهل التوحيد، من قال لا إله إلا الله خالصا به من قلبه. وقد تواترت الأحاديث بإثبات الشفاعة، وفي هذا الحديث أنه لا ينفع قول لا إله إلا الله حتى توجد معه الصفات المقيدة. وفي هذا الحديث فضل الإخلاص، هو أن ينوي الإنسان بأعماله وجه الله والدار الآخرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عروة بن الزبير رحمه الله قال: حج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص قال: فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد بعد أن أعطاكموه، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء بعلمهم، حتى إذا لم يبق عالما فيبقى أناس جهال اتخذوا الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، يستفتون فيفتون برأيهم، فضلوا وأضلوا. قال فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد، فقلت: يا ابن أخي انطلق إلى عبد الله فاستثبت منه الذي حدثتني عنه. قال: فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فتعجبت، فقالت: والله لقد حفظ عبد الله ابن عمرو. في هذا الحديث من الفوائد بيان الطريقة التي يقبض بها العلم، أنه يقبض بنزعه من الصدور. وفي هذا الحديث
عظم مصيبة الخلق بوفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فضل العلماء، عظم مكانتهم، وفيه مقدار ما يحصل من النقص بالأمة بسبب موت العلماء. وفي هذا الحديث أيضا النهي عن اتخاذ الجهال رؤوسا في الناس. وفي هذا الحديث وجوب احتياط الإنسان بما يبلغه إلى الله جل وعلا وينصره ويرشدهم إليه. في هذا الحديث أيضا التحذير من اتخاذ الرؤوس الجهال. وفي هذا الحديث التحذير من الفتوى بغير علم. قال: فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عبد الله حج بعد، فقالت: يا ابن أخي انطلق إلى عبد الله، يعني ابن عمرو، فاستثبت منه، أي تأكد وتحقق، فاستثبت منه الذي حدثتني عنه. قال: فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت، فقالت: والله لقد حفظ عبد الله ابن عمرو. وفي هذا الحديث تثبت الإنسان فيما يرويه من الأحاديث النبوية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قالت امرأة من النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فوعدهن يوما، فقال: اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. قالت: فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن وعلمهن مما علمه الله. فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم بين يديها ثلاثة من ولدها إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: يا رسول الله، واثنين. قال: فأعادها مرتين. قال: واثنين واثنين. في هذا الحديث من الفوائد جواز جعل يوم للنساء على حدة من أجل أن يتعلمن. فيه إشعار بمنع الاختلاط في التعليم وغيره. وفي هذا الحديث من الفوائد تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأفراد أمته سواء من الرجال أو النساء مما علمهم الله مما ليس برأي ولا تمثيل. وكذلك من الفوائد التأكيد على فضل من مات له ولد فاحتسب. وفي هذا الحديث فضل تربية الأولاد وكثرة أجر المرأة بسبب ذلك. وفي هذا الحديث فضل أو عظم أجر من مات ولد بين يديه. في الحديث أن بعض الأحكام الشرعية قد تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتصدر منه على جهة الاجتهاد. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بمثل لفظة: ثلاثة، وقال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث، يعني أنه قيد الثلاثة بكونهم لم يبلغوا الحنث. وهذا فيه جعل الإمام يوما للنساء. وفيه أيضا فضل من مات وله ولد فاحتسب الأجر عند الله جل وعلا. وفي الحديث سؤال النساء في أمر دينهن وجواز كلامهن مع الرجال في ذلك وفيما تمس الحاجة إليه. قال المؤلف: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال عن ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا رجعت فيه حتى تعرفه، إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب، من حوسب عذب. وفي لفظ: ليس أحد يحاسب إلا هلك. في لفظ: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أوليس يقول الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قالت: فقال: إنما ذلك العرض، يعرضون، ولكن من نوقش الحساب يهلك. في هذا الحديث الاستفسار عما يلقى على الإنسان من علم ومعلومات للتأكد من صحته ولمعرفة تفاصيله. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد بيان أن من حوسب عذب، وأن من نوقش الحساب فإنه يعذب. وفي هذا التفريق بين الحساب وبين المحاسبة، ولذا أثنى على من حاسب عذب وتكلم في من حاسب حسابا يسيرا. فكأن عائشة استنكرت الاختلاف، مرة يقول من حوسب عذب، ومرة يقول صاحب الجنة قد يحاسب حسابا يسيرا. فنقول الفرق بين المصطلحين نتيجة الاختلاف الصحابة في ذلك. فقال: إنما ذلك العرض، يعرضون، يعني لما قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا، مع أن هذا من أصحاب الجنة، فقال: إنما ذلك العرض، يعرضون، يعني على النار، ولكن من نوقش، يعني روجع الحساب، فإنه يهلك. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، قال: أذن لي يا أيها الأمير أحدثك حديثا قولا فصلا. قال عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، يعني يهيئ الجيوش التي تأتي إلى مكة من أجل مقاتلة أصحابها، بدعوى أنهم أحدثوا ما يخالف ما كان عليه الناس في زمانهم الأول. فقال أبو شريح: ائذن لي يا أيها الأمير، أي اسمح لي بالكلام، أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الغد من يوم الفتح. قال: سمعته يوم الفتح، يعني فتح مكة في السنة الثامنة. قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة لا يقطع، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. قوله لا يعرض بها شجرة لا يقطع، في هذا الحديث من الفوائد موعظة الأمير صاحب الولاية بإخباره بالأحكام و ما فيها من التعليمات. وفي هذا الحديث إرسال الجيش إلى مكة من أجل إنهاء التمرد فيها. وفي هذا الحديث أنه لما أراد أن يذهب إلى مكة قال: أذن لي يا أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. فيه تشويق الإنسان بذكر أشياء قبل إراده الخبر،
وقوله سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، يعني تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر أنه حمد الله، في مشروعية حمد الله والثناء عليه، والمراد بالثناء تكرير المدح مرة بعد أخرى. ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، يعني أن تحريمها من عند الله بوحي، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أن يهريقه ويقتل صاحبه، ولا يعضد بها شجرة لا يقطعها. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. في هذا الحديث من الفوائد جواز بعث البعوث إلى غير المسلمين من أجل تعريفهم بدين الإسلام وإزالة السلطة الطاغية التي تمنع الناس من دخولهم في دين الله عز وجل. في هذا الحديث مشروعية تبليغ الدين ونشر العلم، وفيه النصيحة لصاحب الولاية وعدم الغش لهم الإغلاظ عليهم، فيه التلطف في إنكار المنكر لا سيما مع من له ولاية له مكانة. في الحديث استئذان الإنسان للأمير من أجل الكلام بين يديه، وفي الحديث فضل حمد الله عز وجل والثناء عليه بذكر صفات مدح مرة بعد أخرى، وفي الحديث فضل مكة والتأكيد على حرمتها وأن حرمتها نزلت من عند الله جل وعلا، وفي الحديث ربط الإيمان بالإيمان بالله واليوم الآخر، في الحديث المنع من سفك الدماء في مكة، وفي الحديث ترك أشجار مكة لا يتعرض لها بعض ولا غيره، وفي الحديث الرد على شبهة من يقول بإثبات حرمة مكة وأن هذا انتهاك لها. وفيه أن مكة قد أذن للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فيها ساعة من النهار. في الحديث مشروعية تبليغ العلم وإيصاله للآخرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا تكذبوا علي، من كذب علي فليلج النار. هذا وعيد شديد على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب حفظ الإنسان للسانه من معاصي الله، خصوصا في الأحاديث النبوية. ومن ثم حديث علي فيه التأكيد على إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث بيان الإثم الذي يستحقه من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، فقال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. في هذا الحديث توثق الإنسان فيما يحدث به من الأحاديث بحيث لا يحدث بحديث حتى يتأكد منه. وفي الحديث أن كثرة الأحاديث التي يرويها الراوي ليس دليلا عليه. وفي الحديث تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ذلك من عظائم الذنوب،
ومن كبائر الآثام. ثم أورد المؤلف حديث سلمة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. في هذا الحديث كذب، تحريم الكذب، وفيه إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في هذا الحديث جواز أن يتسمى الإنسان باسم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول محمد، وفيه أيضا المنع من وجود الكنية مع ذلكم الاسم. في هذا الحديث أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه، يعني حكما في اليقظة. وقوله فإن الشيطان لا يتمثل بي، أي أنه لا يأتي الشيطان في صورة أبينا آدم إلى الإنسان وهو في منامه. في هذا الحديث تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يتكلم بالكلام اليسير صاحب المعاني الكبيرة الرنانة. في الحديث تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا كتاب نقرأه، في لفظ ما عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم في القرآن، وما في هذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخرجها فنشرها فإذا فيها العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، وأشياء من الجراحات وأسنان الإبل، وإذا فيها المدينة حرم ما بين عائر، في لفظ عير، إلى كذا، وفي لفظ إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أي فداء. وقال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. والمراد بالعدل ما كان موازيا بقتل الرجل بالرجل مثلا، ولا يقبل منه صرف أي دية تدفع. قال: ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، فمن ذلك فضل علي رضي الله عنه، وفي ذلك أيضا الإقسام بالله عز وجل بذكر صفاته الدقيقة مثل فلق الحبة وبرء النسمة. وفي هذا الحديث أنه لا يوجد عند أهل العلم، أهل البيت، شيء يختصون به من العلم، فهذا فيه رد لبعض الطوائف الذين يقولون بأن أهل البيت وأن علي عندهم أسرار من العلم، وهي كلام باطل، ادعاءات باطلة. وفي هذا الحديث تمايز الناس
الفهم وأنهم ليسوا على رتبة واحدة. وفي هذا الحديث جواز كتابة العلم، كتابة الأحاديث النبوية. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية الديات، فمن جنى جناية وهو مخطئ أو ناسي وجبت عليه الدية. في هذا الحديث وجوب فكاك الأسير وتحريم إبقائه عند غير المسلمين. وفي هذا الحديث النهي عن التعمق والتنازع في أمور الدين وفي أمور البدع. وفي هذا الحديث أن المسلم إذا قتل كافرا فإنه لا يقتل به. وفي هذا الحديث ذكر الجراحات والأسنان، إما أن ذكرها بتفصيل أحكامها. قال: وإذا فيها، يعني أن هذه الصحيفة كان قد سجل فيها المدينة حرم، يعني لا يجوز أخذ صيدها ما بين عائر وثور، هكذا وردت التسميات في هذا الخبر. قال: فمن أحدث، يعني صنع شيئا محدثا فيه إضرار بالآخرين أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأن هذا فعل عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. هذا مثل عند العرب، والصرف الديات، والعدل أن يماثل في العقوبة. في هذا الحديث أن المسلم الواحد يجير واحدا من المشركين، ويجب على جميع الأمة أن يحترموه في خفارته. وفي الحديث تحريم إخفار العهد والذمة، وأن ذلك من الذنوب. فيه في هذا الحديث أيضا أن الإنسان لا يجوز له أن ينتسب إلى غير مواليه، لا يجوز، وأن انتساب الإنسان إلى غير مواليه فهذا من أسباب نزول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من فعل ذلك. هذا شيء مما يتعلق بأحاديث كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وبارك فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.